بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم بدر بنجر وحلقة أخرى من إندونيسيا الحياة. اليوم فيديو جديد ورايق لاختيار الفيديوهات المشاركة معنا. تابعونا. إندونيسيا الحياة للأمام، إندونيسيا الحياة للأمام، من سبان نهدي السلام. إندونيسيا الحياة للأمام، شعب مبتسم متواضع، يرحب بالضيف رائع، بين القرى والمدن حب وئام وحلم. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. عبارات جميلة ورائعة تلقيناها منكم وسعدنا بها عبر الفيديوهات المرسلة للقناة. أشكركم متابعينا الكرام على تفاعلكم معنا في فيديو المعايدة لهذا العام، ونعتذر للجمهور الذي تأخر بإرسال فيديو المعايدة لنا. والشكر موصول أيضا لكل من تفاعل معنا في التصويت لاختيار 5 فيديوهات تدخل معنا في لقطات الإنترو والشارة للحلقات القادمة. أسعدتمونا بتفاعلكم في التصويت لاختيار 5 فيديوهات، حيث انفرد في المقدمة فيديو رقم 40 لأخونا فريد بنجر من مكة المكرمة بقرابة 50 تعليق وأكثر من 90 لايك. من أطهر بقاع الأرض نهدي السلام، إندونيسيا الحياة للأمام، تقبل الله صيامكم وأسعد الله أيامكم، وكل عام وأنتم بخير عساكم إن عواده. كانت المنافسة جميلة للمركز الثاني بين فيديو رقم 44 لابنتنا لانا من جاكرتا وفيديو رقم 57 لابننا حسين الحامد من مالك، حيث كان الفارق بسيط بتعليق زيادة لفيديو رقم 44 عن فيديو رقم 57. السلام عليكم، أنا لانا عصام من جاكرتا، إليكم السلام. إندونيسيا الحياة إلى الأمام، عيدكم مبارك. من مالانج نهدي السلام، إندونيسيا الحياة للأمام، عيدكم مبارك. أخوكم حسين عبد الله الحامد. وترشح معنا فيديو رقم 74 من المغرب ليفوز معنا في المركز الرابع. أنا مريم وأختي رميسة من المغرب. إندونيسيا الحياة إلى الأمام، كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك سعيد. وكان التنافس على المركز الخامس بين فيديو رقم 49 من جنجل وفيديو رقم 37 من جدة، والذي تم ترشيحه أكثر هو كانت هذه الفيديوهات اللي اخترتموها ورشحتموها لنا. وراح نعمل مبادرة جديدة للجمهور الكريم انه يشاركنا لقطة الختام، وانه يقول إندونيسيا الحياة للأمام. ولكل شخص مشاركة واحدة، ننتظركم على رقم الواتساب الموجود. تحياتي. كانت هذه نهاية حلقتنا لليوم. اذا عجبكم الفيديو انشروه في كل مكان، وادعمونا باللايكات واعطونا رأيكم في الكومنت، ولا تنسوا تشوفوا الحلقات السابقة. سامباي جومبا لاقي. إندونيسيا الحياة.